علاقات أخوية تمتد بجذورها إلى عمق التاريخ، توافق سياسي وشعبي جمع الدولتين على مر العقود لتضرب العلاقات المصرية السودانية مثالا فريدا ومتميزا في التقارب والتعاون المستمر عبر التاريخ المشترك للقاهرة والخرطوم منذ أقدم الأزمنة وحتى العصر الحالي. قوة العلاقات المصرية السودانية كانت عنصرا مهما على تماسك الوحدة والتضامن بين البلدين، وهو ما تم ترجمته من خلال المواقف المصرية الداعمة للسودان الشقيق والتي ظهرت جليا في الأزمة الراهنة التي يعيشها السودان. فمنذ اللحظة الأولى لاندلاع الأزمة في السودان كان الموقف المصري واضحا وحازما حول ضرورة الحفاظ على وحدة السودان ومؤسسة الدولة، وكذلك حماية الشعب السوداني من ويلات الحروب ورفض أي مظاهر للتدخل الخارجي في حل الأزمة السودانية. واستضافت القاهرة قمة دول جوار السودان بحث خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع قادة دول الجوار السوداني سبل إنهاء الصراع الحالي وتداعياته السلبية على دول الجوار واتخاذ خطوات لحقن دماء الشعب السوداني، وكذلك التنسيق بين دول الجوار والمسارات الأقليمية والدولية الأخرى بما يحافظ على وحدة الدولة السودانية ومقدراتها. ومثلت هذه القمة مسارا ضمن مسارات إقليمية ودولية متعددة تعمل من خلالها مصر من أجل التوصل إلى تسوية سياسية وسلمية للأزمة في السودان ولمنع مزيد من التدهور الأمني والسياسي والإنساني في البلاد، حيث يمثل أمن وسلامة الشعب السوداني أولوية قصوى لمصر منذ بداية الأزمة. ومن هذا المنطلق فتحت مصر أبوابها برا وبحرا وجوا لاستضافة الأشقاء السودانيين على أراضيها، وذلك من خلال معبري قسطل وأرقيم اللذين شهدا تدفقا هائلا للنازحين السودانيين الهاربين من ويلات المعارك في بلادهم، بجانب ميناء سفاجة البحري الذي شهد عمليات إجلاء كبيرة للسودانيين والعالقين الراغبين في إجلاء البلاد. وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي لم تغفل مصر عن الأشقاء السودانيين المحاصرين في بلادهم تحت وطأة المعارك المسلحة، وأرسلت مصر مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية من مواد إغاثية وإعاشية ومستلزمات طبية إلى المناطق الأكثر احتياجاً في السودان انطلاقاً من الدور المصري الفعال تجاه الأشقاء وتقديم الدعم والتضامن لهم في مختلف المحن والأزمات.